أما في المظاهرات، في تكفير الحكام، في التفجير، في التخريب، نسمع لجوجل والذي يكتب في الحمام. أكرمكم الله. لما فندات سلام ويسف لما يوتات لمات لما فرس فتوى تاقنيا له تاقواجل كشنتريت تتخوم بمريوش لي عقر من دفع. أنتم لا تعلم يا إخواننا، ما تعرفوا اللي يكتب في الحمام؟ نعرف ها يعرف هذا شنتريت لي تتخو عقنتات شو هتاقوا ما عندي أخوي تاقوا. هذا اللي يقال عنه، قالوا عنه أمير المؤمنين، من هو؟ إيش اسمه؟ في العراق إيش اسمه؟ ما يعرفوا المؤمنين. شوف من بايعهم، اللي بايعه يعرف اسمه. هل عبارة يعرف أبو بكر البغدادي؟ أبو بكر البغدادي يدعي شمري؟ هو أمير المؤمنين. نعم نعم. يوم تمومين شنو شيء وسمعته؟ يقول إنه هو أمير المؤمنين. يومين وشماري شيء وسمعته. طيب كيف نبايع أمير المؤمنين؟ إن قال كان الشيء سجال قال النجارو. هل ما هو معروف بالعلم بالإيمان بالتقوى؟ إنه سؤال علم عليم يوت أبد كرتوا تقيينته الله هان بمفرات وإنه قال أبو بكر البغدادي لا يعرف أحد ما يتوقع هذه تتوقع. طيب ممكن أنا أبايع بغدادي؟ هذه أنا تنسى بغدادي أبو بكر بغدادي مبايع معه. قال لا ما يمكن. طيب كيف أبايع؟ قال تبايع الذي بايع 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 البغدادي، يعني 100 رجل بينك وبين البغدادي. السن باتاغنيو السن مبايع درجة السن باتاغنيو السن مبايع درجة هاسو يدرس يزيرون يزيره يتجنعون يتجنعنا هاسو درشان هدهن. طيب أنا الآن تبايعوني؟ أني أنا هون شو مبايع تارو؟ أحسن بغدادي بعيد عنكم. ها بغدادي وغير موجود، أنا موجود هنا. إن شاء الله تشوفوا إذا تبايعوا أو لا؟ كلمهم يا رجل. إني أنا مبايع تارو يا الله تشوفوا إذا لا. أما الشياطين تبايعوهم. شيطان إن قل مبايع تارو يخرج عليكم إنسان معروف ما تبايعوه. من توقف السوق. والشياطين تبايعوهم؟ ما توقف الشيطان مبايع تارو. إذا بويع لخليفتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا آخرهما. قولت مريوج عند مريانة أقرون ممنا. هل يوجد أحد بجالي لرسول يوتعبت يا هلا يمتعون عمس أنيون قدروا ثنين. هل سمعت يوما أحد من علمائنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين يقول بايعوني أنا أمير المؤمنين؟ عثيمين رحمة الله عليه شيخ الباز رحمة الله عليه يوم وش مرينا لنا المبايع أقول بلو كسم تعوري. حتى لو قال بايعوني ما يمكن نبايع. على علوم حتى في الوفاء مبايعنا رجل. لأن في عنقنا بيعة. هنا كناتون مبايعة الرجل مريض لا مريض. كيف بمن يريد يخرج من هنا إلى بغداد؟ أصل هو ليس في بغداد يا رجل. لا ندري فين، يمكن تحت الأرض ولا لا ندري الله أعلم. انديت هذا القول سواج بغداديين أو بكر بغداد وين بغداد مجمعية التوق. انديت هذا القول مبايع يا رجل. أي إنسان يخرج وقال بايع أنا من المؤمنين نبايع. ما نسوطني يوم ورش مرني إني مبايع تقول بين الناس ما معلن. مظاهرات نخرج. سلام عليكم نور معلن. سب وشتم. لما سالر نور معلن. تكفير حكام. على سلطان ما أكفر. بعض الناس شغل الشاغل الحكام. عندنا جوسواج فاسلطان مسالر بتشان وسرعته. طيب. ماذا عن حكم؟ قال كفار كلهم. قال كلهم تمام. نعم ماذا نحكم بالكفار؟ هو يقول مو أنا يا رجل هو يقول الحكام كلهم كفار. لا يوجد حاكم مسلم على وجه الأرض. بمدري باتكالي بالسلطان أيقنم باتكالي ملو كفر يتبين بثيون جيلة. طيب خلاص تتوقف عند هذا؟ قال لا هذا اللي تقوم عليه يبقى حسروت دمو لا أيبقى أيبقى نجيله. ماذا تريد من دون دم تفعل؟ الباقي المحكومين جابوا على بس سوسن يحتر عدراتهم كل لا يسكبان. كل الشعوب كفار. هالسوسن عند من قس يا كفر كبيع جروس يعلمون كل بمولو كهادي لا تقول.
طيب الشعوب كفار تتوقف؟ ايش يبقى دم يا راجل كفرس لا يبقى هم سيوت رمو؟ قال لا يبقى عني ملا ما انت كفر الان دم من كراس يروح جماعته اللي معه الجماعه اللي معه حزبه يا دنزا دمو جماعته يا استو جماعه شلون ما يكفرهم يا كفراتوا انتهى كرس لا هم دمو يبقى من بقي ما انه يكره نفسه راسه كره والله الذي لا اله هو الواحد منهم يجلس هكذا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول لأنه يفكر يعتقد هو يحكم على نفسه بالكفر فكفر كل أحد هذه نهاية التكفير والله القسم الثاني من الناس لا يكفر أحد حتى إبليس وفرعون لا يكفر هذا طرفي نقيض يدي تقراني وشدهم سوانا كفر الفجر إبليس اللي كفر أيقبهم يقول لا يجوز تكفر إبليس إبليس ما كفر ولا فرعون إفرعون ولا أبو جهل أبو جهل من أنت حتى تكفرهم أنت النص طيب أنا ما كفرتهم أنت ما استطعت أني أنا كفرهم كفرهم الله الله أنا كفرت وقلهم أمة أجمعت على تكفير هؤلاء. النادي سوالك النادي فطوة شوية يتقوى الطاروت. أتك على ألم تسبسب وباتشوال كهادي لمهناتش. أصبح عندنا إفراط وتفريط في الكفر. بكفر يتنسى شاف رقتنا يزقت بزاري دفع. لابد أن نرجع إلى كبار العلماء في التكفير التبديع التفسيق. ساواتشين مكفر وين مبتدي لمالات ودت لعلك علي موش للملاسي قبال هاي والله أعلم الله ما جرى شاو تككلن يونواتو أعلم